السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقائي؟ اشتقت إليكم كثيرا جدا. جئت إليكم اليوم ومعي آخر حرف من حروف الهجاء. نعم، أحسنتم، هو حرف الياء. هيا نرحب بحرف الياء. جئت إليكم اليوم بحكاية جميلة، هيا نسمعها. يمنى بنت صغيرة وجميلة تعيش مع والدها في المزرعة، وتساعد والدها في أعمال المزرعة يوميا. قامت يمنى بزراعة اليوسفي والياقطين وأيضا زهور الياسمين، وكانت تضع الحبوب لصديقتها اليمامة التي كانت تقف دائما على غصن الشجرة لتراقب يمنى أثناء عملها. وبعد الانتهاء من مساعدة والدها، قامت يمنى بغسل يديها جيدا، فأعطاها والدها مكافأة وهدايا جميلة. فرحت يمنى جدا، وأعجبتها أيضا الهدايا، وشكرت والدها. وكانت الأشياء التي كانت تحبها كانت لعبة اليويو وأيضا لعبة اليخت. انتهت حكايتنا. قلت ليمنى أنكم أطفال مجتهدون وماهرون، وهي ترغب أن تشاركنا درس حرف الياء. هيا نعرف يمنى وأصدقائي أيضا حرف الياء ووضعه في الكلمة. ياء في أول الكلمة يفتح يده اليسرى، ياء في وسط الكلمة تفتح يداها الاثنان، أما ياء في آخر الكلمة إما متصلة أو منفصلة إذا كان الحرف الذي يسبقه من حروف الأيدي الواحدة، والياء من حروف المد. والآن هيا نذكر أمثلة. ياء في أول الكلمة مثل يد، ياء في وسط الكلمة مثل عين، ياء في آخر الكلمة إذا جاءت متصلة مثل يوسفي، ياء في آخر الكلمة إذا جاءت منفصلة مثل ظهري. أحسنتم. والآن يا أصدقائي، هيا نعرف يمنى الحركات القصيرة لحرف الياء. نعم، أصوات حرف الياء والتشكيل. أحسنتم. ياء فتحة ياء، ياء كسرة يي، ياء ضمة يو، ياء سكون أي. وسنذكر الآن أمثلة. يا يد، يا يخت. أحسنتم. يي ين، وهذه العملة الخاصة لدولة اليابان. نعم، أعلم أنكم تعرفون أن العملة الخاصة لدولتنا نحن مصر هي الجنيه المصري. أنتم متذكرون، رائعون. هيا نردد. يي ين، رائع. يو يوسفي، يو يوسف. أحسنتم. والآن هيا نعرف يمنى تحليل كلمات حرف الياء وعادة حروفها إلى الأصل. يا يد، يا دال يد، يي ين، يي نون ين، يو يوسفي، يو واو مد، سين فاء ياء
يوسفي. رائع. نصيحة اليوم يا صغاري: التكنولوجيا الجديدة ليست خيرا أو شرا بحد ذاتها، إنما كيفية استخدام الناس لها. ماذا تعني هذه النصيحة؟ تعني هذه النصيحة يا أصدقائي أن ممكن أن يكون هناك إنسان يستخدم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة استخدام سيء، ويضيع الوقت فيها ويهدر ثمنا كثيرا، ويمكن لإنسان أن يستخدم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة استخدام جيد ومفيد ونافع له ولغيره، ويكون مصدر خير للجميع يستفيد منه. لذلك يا صديقي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة والجديدة في الخير ليس الشر. أحسنتم، أنتم جميعا خيرون. يمنى تقول لكم شكرا يا أصدقائي لأنها استمتعت بمشاركتها لكم درس حرف الياء. والآن جاء وقت أحسنتم، أنتم حقا بارعون. جاء وقت عمل الواجبات، وسأرى من سيكون ماهرا وسيصنع واجباته بمفرده، وهي في كتاب تدريبات ألف باء صفحة 58-59. وبالتأكيد لن ننسى كتاب تواصل، هناك صفحتان صغيرتان فقط، صفحة 65 و66. أحسنتم. حان الآن وقت درس القراءة، هيا سنقرأ معا. الريف. في الريف حقول خضراء. هيا نكمل القراءة. حيوانات الريف هي: حمار، حصان، أرنب، خروف، جاموسة، بقرة أو بقرة، ماعز. أحسنتم، أصبحتم ماهرون في القراءة. نستطيع إكمال درس القراءة بمساعدة ماما، وذلك في كتاب تواصل صفحة 88 و89. إلى اللقاء يا أصدقائي، سأشتاق إليكم كثيرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.